صاعد. كم احتسب خطأ عدد الأخطاء في المباراة؟ 21، 20 صحيحة، واحدة غير صحيحة. مباراة صعبة؟ عادية؟ متوسطة؟ أنا أشوفها صعبة. أبو أحمد؟ المباراة أشوفها صعبة. صعبة؟ أي نعم، كانت صعبة نعم المباراة. أنا الحكم أعطيه 8 رغم الطرد يعني. والمساعد الأول أعطيه 7 و7، حالتين عنده مؤثرات. والمساعد الثاني أعطيه 8 و1. 8-1. نعم. وفهد؟ مرة انتهت 1-1، الحكم مميز 8.5، قراراته كلها جيدة، وحتى الطرد أنا خالف الشباب فيها فأعطيه 8.5. المساعد الأول والمساعد الثاني 8-4. 8-4. 8-4. 8-4. 8-4. وعلي؟ أنا الحكم طبعا أعطيه 8.5 أكيد. مباراة صعبة، والحال الطرد هي مو من عند الحكم، هي ما بحط لي عليها. أنا بعطي الحكم المساعد 7 بالضبط، 7-9 أو 7-7.